جدا مندهش منه. طبعا كل يوم انا اشرب ليبتون اللي قاعد تشوفونه قدامكم هذا النوع. يا واحد من زملائي بالعمل منبهني قال لي هذا داخله دود، انت كل يوم قاعد تشرب دود. قلت له شلون؟ قال لي افتح العلبه راح اوريك. الحين انا طبعا فتحت العلبه وراني، هو انا انصدمت، بس عقب ما انصدمت حبيت اشارككم باللي شفته. طبعا هذه العلبه عشان لا تقولون هذه مبطله يمكن انت مسوي فيها شيء، راح نبطل واحدة جديدة مو مبطلة كلش. Can you open this؟ هذه واحدة جديدة راح افتحها قدامكم الحين، يعني شيء جدا غريب. انا متأكد معظمكم ما يدرون بهالمعلومة وانا واحد منهم. طبعا اليوم دريت فيها وانصدمت. راح ناخذ واحدة فيهم من اوراق الشاي على قولتهم. قدامكم هذه مو مبطلة، هذه نوع مرة ثانية ليبتون، شاي اخضر بالليمون. انا ما ادري على الباجين شاي النوع الاخضر، بس انا كل يوم اشرب من هذا النوع. الحين راح نبطل مثل ما انتم شايفين، قصينا. شوف الصدمة، انا ما ادري شلون زميلي عرف المعلومة. كان يقول ون بليس، شوفوا شوفوا الدود، هذا دود ترى يا جماعة، هذا قدام قاعد تشوفونه دود. دود كا كان يموفت ليتل بت كا يا جماعة، دود هذا داخله دايده والله، يعني صدمة. احنا كل يوم قاعد نشرب دود. حسبي الله ونعم الوكيل منكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. توب.